مش عارف افرح ولا مفرحش، بس احنا كسبنا الذهب واخيرا بسكوت قلوب، وده الفيديو المنتظر زي ما انتم شايفين باجدد منتج نزل بيكسب فلوس، ويقال ان هو بيكسب ذهب بس هنشوف. فيلا بينا في رحله البحث عن كنز الشيف سوب. هنقول بقى بسم الله ونفتح باسامي الناس اللي كتبوا لي كومنتات في الفيديو اللي فات. هنقول بسم الله وده اول كيس. حاول تحسب لنا كسبنا كام، عشان في الفيديو اللي فات زي ما انتم شايفين كسبنا 260، وكل اللي جاوب صح هنفتح باسمه دلوقتي. اول واحده نقول بسم الله، بس نفس الفيديو اللي فات ورق لعبه، واللي ما يعرفش السلسله بتاعتنا كل ثلاثة وسبت زي ما انتم شايفين ده البسكوت ده شكله. جماعه في حاجه غلط، البسكوت بالشوكولاته ده طعمه حلو، كميه قليله قوي بس الطعم لذيذ يعني مش لوكال قوي. فتقريبا ده اول منتج يعجبني طعمه بعد الكيكه. ده تاني واحده نقول بسم الله. نبدا بقى نفتح بالاسامي، واول اسم كان اسم ريماس، مش عارف فتحت باسمه ولا لا. بسم الله، واول ورقه باسم ريماس. ايه ده؟ ده حقيقي اول مكسب يا جدعان 50 جنيه يا ريماس يا بنت اللعيبه. اول واحده 50 جنيه باسم ريماس، ودي جاوبت صح على المكسب بتاع الفيديو اللي فات. بجد جامد، اول واحده تكسب 50 جنيه يعني جامد جدا. تاني واحده باسم انس، بسم الله، وحظ سعيد يا انس، ورقه لعبه. بصوا يا جماعه بصوا كده تحسها 50 جنيه حقيقي. ودي باسم يوسف سيسا، هو كان اسمه يوسف سيسا والله. بسم الله، اوه 5 جنيه. ايوه كده، ايوه بقى دي السلسله اللي انا بحبها والله، افضل مكمل فيها طول العمر. يبقى حاجات كده نكسب زي ما انتم شايفين، جامد 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 جامد. ورقم 3 باسم مصطفى عبد الصبور، ودول طبعا اول ناس بيجاوبوا صح. اوه 5 جنيه يا مصطفى، جامد جامد يا جدعان. لا ايه ده، طبعا كل اللي هيحسب كسبنا كام صح هفتح باسمه في الفيديوهات اللي جايه. جامد يا درش، بسم الله. نكمل بقى بسرعه كده، وخسران فيها ورقه لعبه، وخسران وخسران. طبعا هنفتح بالاسامي في اول كل علبه، ودي خسرانه وخسرانه. يا جماعه طالما بيحطوا خمسينات وحاجات زي كده، هل ممكن نكسب ذهب؟ يعني هل ممكن في يوم من الايام السلسله دي تكسبنا ذهب؟ خسرانه خسرانه برضو. اخر واحده في العلبه، نرجع نفتح بقى بالاسامي، وخسرانه برضو. اول كرتونه، اول واحده نفتحها باسم عمر النجار، وخسرانه يا عمر. معاذ الهلالي، دي بحظك برضو يا معاذ، بسم الله. وورقه فاضيه، ورقه فاضيه يا معاذ. بس ايه ده؟ وليه حاطين ورقه فاضيه؟ بسم الله. يا جماعه الورقه دي مكتوب فيها جواها حاجه، كسبت سبيكه ربع جرام. ده اوه ايه ده؟ كسبت سبيكه ربع جرام ذهب. جماعه بصوا، هو ده بجد؟ خدمه العملاء، برجاء الاتصال بخدمه العملاء واملا دي ورقم الموبايل والعنوان، من فضلك املا البيانات. ده بجد؟ هو انا كده كسبت الذهب؟ ده بجد؟ بص يا جدعان مش هتفاجئ، لان مش عايز اتفاجئ دلوقتي، هكلمهم واشوف هكسب ولا لا، وهقول لكم في الفيديو اللي جاي اذا كنت كسبت ولا لا. يا جماعه بصوا والله العظيم مكتوب اهو مبروك كسبت ربع جرام ذهب. ده بجد؟ ايه يا معاذ؟ ايه يا معاذ، هتبقى احلى حظ في التاريخ. مش عارف افرح ولا ما افرحش، بس احنا كسبنا الذهب. طبعا يا جماعه هكلم الشركه وهقول لكم اذا كنت كسبت ولا لا. دي كان بحظ مين؟ ثواني، دي بحظ رهف ونورهان، مش عارف فتحت بحظهم ولا لا، بس هما الاثنين مع بعض تقريبا اخوات. اوه 5 جنيه رهف، جامد. 5 جنيه نورهان انت ورهف، عاش قوي. ودي باسم يوسف العربي تقريبا، وبعد كده نفتح. خسرانه يا يوسف، احس ان انا فرحان شويه. ربع جرام، ربع جرام ده بيبقى بكام؟ اوه 5 جنيه، جامد. وبسم الله، خسرانه خسرانه برضو. ودول خلاص اخر اكياس، خسرانه. دي ورقة برضو من الذهب دي ولا ايه؟ مش ورقة الذهب بتبقى بيضة، لا خسرانة. وآخر واحدة خسرانة. اللي بعده قول بسم الله، ونفتح باسم يوسف العربي. بسم الله، باسم يوسف العربي، ويا يوسف خسرانة يا يوسف. نفتح باسم ملوكة، ملوكة بسم الله، ملوكة. اوه جامد يا ملوكة، دي 5 جنيه حقيقية بس هي محبوسة. حلو، الربع جرام برضو ذهب دول نعرف نتجوز بيهم لو طلعوا حقيقي. خسرانه، نسيت افتح بحظ الناس. ودي باسم حسن حرب، حسن حرب بسم الله يا حسن. اوه 10 جنيه حقيقيه يا اسلام يا حرب، جامد. ودي باسم حد اسمه ريان تقريبا مش مصري، خسرانه يا ريان. ومحمد ياسر، اوعى يا محمد يا نجم، 5 جنيه جامد. حلو يا ابو حماده، خسرانه وخسرانه.
بسم الله. وخسران برضه، خسران طبعا يا جدعان. صلوا على النبي، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا كتير كتير. خسرانه خسرانه برضه. في بحظ حد اسمه بوزه، مش عارف ده يعني ايه، بس نفتح بحظه مش مشكله. يا بوزه يا نجم، 5 جنيه جامد. حظ وفاء خسران. يبقى بحظ كل واحد يعمل لنا شير على الفيديو ده، نقول بسم الله. 10 جنيه دي بحظك انت اللي بتتفرج عشان تشوف هتعمل ايه. احلى حظ يا جماعه، اعمل لي فولو، متابعني وشوف كل الفيديوهات بتاعتي، ده حظك 5 جنيه، لان دي احلى حاجه عندنا. نفتح بسرعه بسرعه بسرعه. وخسران خسران وخسرانه خسرانه. جماعه هو تقريبا كل اللي تحت خسران وكل اللي فوق كسبان، ولا انا بتهيألي؟ اللي خد باله بقى من الموضوع ده يبقى يقول لنا، لان انا خدت بالي من الموضوع ده. و 200 جنيه لعبه برضه، و 200 جنيه خسرانه. واول واحده بحظ كل واحد عنده امتحانات، شوف بقى حظك هيبقى عامل ايه. و 200 جنيه لعبه هتشيل، ما تخافش. خلاص نبداها بقى من اول، دول بتوع الاعداديه. 5 جنيه يا جماعه لكل واحد في اعداديه. دول بقى الابتدائيه عشان احنا نسيب نفتح بحظهم، ابتدائيه كده كده بينجحوا يعني. 10 جنيه حظكم حلو عشان انتوا اطفال برضو، مش قصدي حاجه يعني، بس انتوا كده كده اطفال. دي بحظ كل واحد في الجامعه، نقول بسم الله. و 5 جابت 5 جنيه اللي بتوع الجامعه سقطوا برضو. دي بحظ كل واحد اجتهد وذاكر وتعب، وهنشوف حظك ايه اللي هتجتهد وتذاكر وتتعب. خسران. بص يعني الشهادة هتجيلك كده. ونقول بسم الله، نفتح بسرعة بسرعة. خسرانة خسرانة. طبعا استنوا الفيديو اللي جاي هقول لكم اذا كان البتاعة بتاعت الذهب دي اصلية ولا مش اصلية. وخسرانة. واخر ثلاثة. طبعا الاواخرانيين دول كلهم بيبقوا خسرانين يا جماعة. خسرانة. دي طبعا اخر علبة، ما تنساش شيرك يسمن غيرك. استنى الفيديو اللي جاي عشان هيبقى مفاجآت كتير قوي، ولو عايزين نجرب اي منتج جديد قولوا لنا، احنا نقدر نجيب اي منتجات وكراتين كمان. اول واحدة دي بحظي انا بقى. اوعى حظي 5 جنيه. عارفين انا بحب ال 5 جنيه. دول بتوع ثانوي عام. دول ثانوي عام. انا اسف، بتوع ثانوي عام. 5 جنيه مضروبه. دي بحظ كل الناس اللي خلصت امتحانات، هنشوف عملتوا ايه. بسم الله، مستنيين النتيجه. 5 جنيه. بصوا بشرى ساره، بشرى ساره يا شباب. دي بحظ حد لسه كاتب لي كومنت حالا اسمه محمود، يعني لسه ظاهر لي دلوقتي وانا بصور يا حوده. وخسران يا محمود، 200 جنيه. محمد صلاح. افتح بقى بسرعه بسرعه. 10. اتوقع مش هنكسب. اي طارت. وبعد 10 جنيه انتحرت. لقينا ال 10 جنيه المنتحره. اخر تقريبا دي هتبقى اخر 10 جنيه اتوقع في العلبه. دي هتبقى نهايه الفيديو اتوقع، نقول بسم الله. وورقه خسرانه خسرانه خسرانه. واخر خسرانه برضو. دي ايه دي؟ اخر ثلاثه، وطبعا بيبقوا خسرانين دايما، فاكيد دول بيبقوا خسرانين. خسرانه. اخر واحده ما تنسوش يا جماعه تعملوا فولو عشان تشوفوا هنكسب دهب بقى ولا هيدولنا ولا لا، وهشرح لكم التفاصيل بتاعته وتحسبوا لنا دول كانوا كام.